لكن هنا في تعليم معتمد مرتبط بحياه المتعلم نفسه، مرتبط بيك انت، يعني الاعتماد الكلي من البدايه على عليك انت كطالب. المواد التعليميه الورقيه اللي هو الكتاب والكشكول والمذكرات ومش عارف الامتحانات الورقيه ده كانت، اما حاليا المواد التعليميه سواء ورقيه ورقميه ضافت دي مع بعض. ايوه. وقت الامتحان مش الورقيه؟ نعم. وقت الامتحان؟ لا. انا اقدر وقت الامتحان واقدر. ممتاز. الامتحان اللي انت بتمتحنه، انت كنت بتمتحن عشان امتحان. في خوف. لا اصبح له تقييم. انت اللي هتحط درجتك. ازاي؟ ما ده دماغك. انما انا كنت يعني بعمل ايه؟ كمدرس بحط الامتحان وبحط النموذج الاجابه، يعني انا بتحكم في الدرجه بتاعتك. في بعض المدرسين بتعتمد في التصحيح على النموذج. لا دلوقتي انت اللي بتتحكم بفكرك، انت اللي بتحط الاجابه. انت؟ في يعني من المدرس نفسه؟ الامتحان بطيبك انت ما بتفهمش مدرس. انت مين اللي بيمتحن المدرس ولا انت؟ الامتحان انا اللي بتحكم فيك، بحط الاسئله وبحط لك نموذج الاجابه. يجي المصحح يصحح الورقه بتاعتك على ايه؟ نموذج الاجابه بتاعي انا. طب افرض مدرس مثلا فين؟ مش بتاعه. هيعتمد نموذج الاجابه. ولو كاتب اجابه زيها بس بعيد عنه مش في المنهج مش هحسب لها غلط. انما حاليا اعتماد عليك انت لان انت بتحط فكرك في الورقه. ايه اللي انت فهمته؟ الدنيا ايوه. ازاي ماشي في رموز وحاجات كده. مثلا انت عارف رموز ده اعتماد كلي. بس انت مش هتالف رموز. انت تعمل كان عندي طالبه في ملوي اسمها جيسيكا اسمها طهنا طبعا. دي بنتي في ملوي. مدرسه عم نويل لان قعدت في ملوي 12 سنه ماسك ماده واحد حسابات هناك. جيسيكا دي كنا من ضمن المتكفلين بيها. عملت اربع نظريات من دماغ في سافورس ملوي وفي سافورس المنيا ومصر. هتقدر. لا انت عارف وانا معاك مش هسيبك، لكن في الامتحان انت معتمد على نظريات وقصص معينه في حلمك. الامتحان ها؟ جيسيكا بنت. متبنيها. زي ما انت زي ما انت ابني. زي ما انتوا اولادنا. لا تعرف انك بعد ما تنتهي الممارسه اللي انت عايز تساله اساله. لان انت مش هتلاقي حاجه تساله. ملامح النظام التعليمي الجديد وده مهم اللي بتعتمد عليه وزاره التربيه والتعليم وبتعتمد عليه مصر في انطلاقه الثوره التكنولوجيه وعصر المعلومات الجديد. وعلى فكره بدانا نقفز عالميا في التعليم. على الفتره الاخيره كنا ايه؟ نازلين اخر الدول مع العلم ان احنا اقوى دوله بتتكلم لغه عربيه كويس بتفوق الدول العربيه وجميع طلاب الدول العربيه ابناء معلمين مصر وتعلموا على ايديهم. لكن داخل مصر التعليم كان ايه؟ ما اتحركش. بدا يتحرك الشهور اللي فاتت ديت يقفز عالميا نتيجه لملامح التغيير الجديد طبقا للدستور طبقا للتغيير اللي حصل طبقا للوسائل المتاحه طبقا للقضايا اللي بيعالجها التعليم طبقا للتقويم اللي انت بتمتحنه ورؤيه التعليم في مصر. قال لك الوسائل تطوير المناهج ترجمه لمواد الدستور المصري. الدستور اتحط يبقى لازم اللي اتحط ده يترجم فورا. الاوامر المباشره بتطوير الدستور قال لك المتعلقه بالتعليم تجمع بين الهويه المصريه لازم يكون عندك انتماء للبلد اللي انت عايش فيها. ما شاء الله عليكم. ما فيش هويه مصريه. ما فيش هويه دينيه. مسلم ومسيح. ايه الدليل؟ لبس البنطلون المقطع. هجيب البنطلون طبعا ايه لازم